واحد بعت لي كتاب ده ظهورات العذراء حول العالم للقس عبد المسيح بسيط ابو الخير من مسترط. هو ذاكر ما قرأه الظاهر عن ظهورات العذراء في بلاد متعددة كثير منها غير أرثوذكس، وأنا نبهته للنقطة دي قلت له خلي بالك من دي متضمنش الكلام ده كله، وبعضها في التفاصيل مش معقولة يعني. زي الصور اللي بتنضح زي الطول، زي أيقونة أو تمثال العذراء بيبكي وتنزل دموع، يعني ما في حاجات كده لوجيكالي ما تتقبلش حتى لو كانت كمعجزة. كل معجزة من المعجزات لابد لها هدف روحي، فالمعجزات اللي ملهاش هدف روحي الواحد يحطها وسط علامة استفهام ووسط علامات تعجب كثيرة.